بالنتيجة 26 مقابل 22 هنيئا لمكونات فريق الهلال. فرحة كبيرة ريوح عودة الهلال الرياضي الناظوري بحلم شعب أول مرة في التاريخ صعود إلى يعني المربع الذهبي في كأس العرش من دي غاثيني تسير سنشوشك صاحب أول موقع رياضي ذي هندينة النظاوة ذي الإقليم. أولا واني تديج التشريف في هندينة ولا الجهة الشرقية أنه كيبو ينسني أنه منذ سنوات أنت يناضل ويجتهد داخل القسم ممتاز رغم أنه ذي نجن سماجن إهمال من طرف مسؤولي إقليم النظور سواء على مستوى المجالس الإقليمية أو على مستوى الجهة ولكن وانت ستي مغنى ورسالة انه غير كشغل انه جميل غير غير عريضة عريضة رد مش نسل انه عريضة تيرا دخل نتائج تيرا خشيف من دي ستي مغنى ويوذانا دوش نفوسي فارق الى النظور فارق عريق فارق خاص مكويلة نت فارق تعتمد التركيبة البشرية جد طاوة نديت ايضا خاص قاعدة جماهيرية ثم غاس ستي مغنى واسم كش نفوس نسلو كسم بدنا لوين كاس العرش ديجن ما مش نقدر نجم مكسبية ندين وخاصة انه تسلم الى اقليم النظور تعيش مجموعة من الازمات على مستوى الاقتصادي على مستوى الرياضي وعلى مستوى الاجتماعي وايضا سيتي منه فريق فتح النظور الى جانب تحقيق الصعود من فريق مارتشيكا وايضا بويا فاس سيتي مغنوا مره المسؤولين خصهم بدنا جبد الثمانيه وتجنبوا الثمانيه ديال الانتخابات وها وجب الانتخابات ديال المحطه ديال غاسوق هذه بدنا تدعم الانديه لان الصندور الرياضه على مستوى الحياه الانسانيه الصندور الاهداف غاس منايا تهنا فريق الى النظور وتهنا ايضا فريق بويا فا وايضا فريق مارتشيكا قريه الكمان وباقي الانديه ديال تراخ الصعود وسيتي مغنوا هذه لجنه الناظور يبغى ايضا فريق فتح الناظور تيران محطه مهمه ديال قدم مباريات ديال قمه ثلاثه مبارك ديال السن قراصني المسؤولين يخص كامز كيلز لان الوقت نوم انتهى وسيتي من هذه ربدا هذه الاطار للشباب باش نفرص الشباب انه ديال الانتخابات ديال ساعه تيكو انا نوض في التراني هنا نشجع رغم انه تغنى ضد الانتخابات ولكن نوض غادي تسعد انه انني والسوره انني وذاني بوران انني وذاني فوران انني وذام يشا ثمار نخش فيا امشي نوم روح تاع الشمع اكسو مش مرار الشميس مش مرار اتاي حمدي ذري نوم هاد قيمات كشوف فرصه الشباب غادي تجي القاعده الجديد غادي كلاسيكيه افكار تمنيت تخذي غمار سيمورا دربر زمان تيت كجانب الرياضه وتخذي ايضا جمهور بدا يقصد اسم فريق الى ناظور عندي الغليت وتخذي ايضا رؤساء يتقل تما تم قرات غمار انه لا يخفي دكا تمنيت تخذي كنو سيتيمور يجن تشري في مغاسي في مغنى اللي كاع الفريق الى ناظور الى جانب الانديه المغرب ايضا فتح الناظور سي جواد بوزيان ناظور النغي عزن الهلال الرياضي الناظوري حقق انجاز اول مره في التاريخ ستار وان تندين تقريبا قاعد غنيس في النهايه انكسر عرش من غاثيني تشيك اماري يذود النظر نقرص هنيئا للهلال الرياضي الناظوري لكره اليد هنيئا للمسيرين الهلال الرياضي الناظوري لكره اليد وهنيئا للجمهور يتسند الهلال الرياضي الناظوري وهنيئا لاي هلالي بوركي نشي راه بالون ويرا كره اليد مشى تحسب مثل الهلال 72 جدي الهلال سوني فخور فخور اي فرع زي الهلال الرياضي الناظوري سواء كره اليد كره السله العاب القوى نغ بالون ونسيتي مزيان المسؤولين وبالون عاونا وتشجعا كيبو وبالون باش ننتهي ان شاء الله اللي قاعد اللي بغاهم شان نص طبيعي جان دوزيام ديفيزيون اللي غادي يحبغ في بروميير ديفيزيون نتمنى ان شاء الله كاس العرش لاول مره في عابح الهلال الرياضي الناظوري وان شاء الله في عابح وقع غاكيز نصف النهائيه هذه نصف النهائي مبروك خاو مارو مبروك تندي في النظر الهلال الرياضي الناظوري اول مره في التاريخ يتقاعد اختار فيه تيجان الجيش الملكي من غاثيني تشكل ميسن النظر وين تجل إنجاز مغا الحقيقة حقمت حرام الهلال سيتي مغا أنه أضوض إن شاء الله إيش النهاية إيش المرتبة مغا باش تعرف تنديت تنديت تدي جات الحقيقة الموت قواذيس دي الشوارع الموت ثقافي موت اقتصادي موت رياضي موت اجتماعي نتمنى أنه يمكن عن طريق الرياضة ما توقعيش السحوة غادي تندين تانيتا ونسيتي ما تيز مار دي شعاوني يوذاني يتبتان خ الرياضة دي هندي رؤساء لاعبين مهتمين وتقدر خدني وتسبق لي غمة مغمورة خاليت الهلال الرياضي الناظوري كرة اليد أول إنجاز دي التاريخ نتنتين تان تذف الرباعي دي كاس العرش من دي سنغاثيني أولا تهني فريق الهلال كرة اليد أتمنى غاسم التوفيق إن شاء الله وتمنى إن شاء الله ذاني نكتا غزات
ونجزموا تتبعين مسن وتحيي غطاس الحاج سليمان سكواغ سمونا سباياق غاسل مبروك عليكم تمني قول التوفيق إن شاء الله تبارك الله عليك. غاديني ذا الهلال الرياضي النظري كرة اليد أول مرة يتحقق يجل إنجاز ذي التاريخ يتقعد غر نصف النهائي كأس العرش. ترى التوفيق إن شاء الله ونتمنى ذي حقي يجل إنجاز تاريخي عما سوى يحقق أي فارق ذي النظر ذي كرة اليد والتحية وشكرا. عافاك الطاس. إذا أمي نظر النغي عزان الهلال الرياضي النظري لكرة اليد يحقق إنجاز رائع أول مرة ذي التاريخ يتقعد غر نصف النهائي كأس العرش من غاديني مكنيو تيبراثيل. نقارس هنيئا مبروك خاسر وان شاء الله دايرين هذه بريميرا البطوله الوطنيه هذا قاداش ايوا انت راس عاود ماري الفرق وتجيبو الهلال والو الفاتح ان شاء الله نتمنى غادي كاع ايوا تخصنا غمنا ايوا تخصنا نخدم زعما وتخصنا نخدم ثاني شحال ما تسدد اخويا مراد مني خصنا غنخدم غنصفى يورو انت قاداش السيمو.